قتلنا شارلي إبدو، انتقمنا للنبي محمد، هكذا صرخ الإرهابيون. العاصفة في يومها الثاني ولا مدارس غدا أيضا، والتأشيرات للسوريين توضيحات وملاحظات. نشرة أخبار الثامنة من الـ LBCI مع ماريو عبود وديما صادق. مساء الخير. صفعة إرهابية مؤلمة تلقتها فرنسا اليوم إثر هجوم نفذه 3 مسلحين على مجلة شارلي إبدو، ذهب ضحيته 12 بينهم مؤسس المجلة ورئيس تحريرها وأبرز رسامي الكاريكاتير فيها. وفيما توارى منفذو العملية أفيد أنهم هتفوا قتلنا شارلي إبدو، انتقمنا للنبي محمد. وفيما لقيت العملية ردات فعل مستنكرة من فرنسا والعالم، بدأ أن المجلة دفعت ثمن الرسوم التي كانت تنشرها، وسيكبر السؤال كيف سترد فرنسا وأين، خصوصا أن هذه الضربة التي تتلقاها هي الأكثر إيلاما داخل الأراضي الفرنسية منذ عقود. في لبنان العاصفة في يومها الثاني مع ترجيح استمرارها غدا، ووزير التربية أعلن إقفال المدارس غدا أيضا. أما في الاستحقاق الرئاسي فإن جلسة اليوم طارت أيضا، فيما الجلسة 18 حددت في 28 من هذا الشهر.